أسعد الله مساكم مشاهدي الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري المباشر نقدمه لحضراتكم من قناة العيون، وإليكم أبرز العناوين. التعاون الأمني بين المغرب وإسبانيا محور لقاء بين وزير الداخلية المغربي ونظيره الإسباني. ومن أس نرصد لمشاورات برنامج تنمية الإقليم. وبالعيون، توزيع عدد من المستلزمات الصحية وشبه الصحية بمبادرة من جمعية أمريكية. وفي النشرة أيضا، عشق الدراجة الهوائية يقود شابا نحو المغامرة. أهلا بكم. عقد وزير الداخلية السيد محمد حصاد ونظيره الإسباني السيد خوان إغناسيو مرفوقين على التوالي بالسادة الشرق إدريس الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية وعبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني والمدير العام للإدارة مراقبة التراب الوطني وريكاردو دييز سفير إسبانيا بالرباط وجيرمان لوبيث إغليسيس المدير العام للأمن الإسباني اليوم بالرباط عقدوا اجتماع عمل بمقر وزارة الداخلية شارك فيه أيضا مسؤولون أمنيون ساميون بالبلدين. تقرير في الموضوع لعياد سرتي وأنيس أبو مهدي. لقاء العمل بين وزير الداخلية المغربي ونظيره الإسباني ناقش تعزيز العلاقة الثنائية بين الرباط ومدريد في مجال محاربة الإرهاب وتهريب المخدرات والهجرة السرية. الطرفان تطرقا أيضا إلى مواضيع أخرى مرتبطة بالتعاون البيني بين المغربي وإسبانيا. بعد تعيين الحكومة الجديدة الإسبانية، السيد وزير الداخلية اتصل بي وبغى باش تكون أول زيارة ديالو للخارج تكون في المملكة المغربية. وكما كتعرفوا في علاقات ما بين المغرب وإسبانيا الحمد لله في واحد المستوى عالي جدا، يمكن نقولوا ربما من أعلى المستويات اللي بلغتها خلال السنوات الأخيرة. وهناك كما كتعرفوا اتصالات مباشرة ودائمة بين جلالة الملك محمد السادس وجلالة الملك فيليبي السادس، وهذا الشيء اللي كيشجعنا جميع باش نبقاو مواصلين في هذا الاتجاه ديال التعاون، خاصة في هذا الميادين اللي كتهم الوزارات ديالنا، التعاون الأمني. مع السيد وزير الداخلية الإسباني ما خلينا حتى شي موضوع ما طرقنالوش، ويمكن نقولوا علينا في كل المواضيع ماشي غير كاين اتفاق ولكن كاين واحد التعاون وواحد الثقة وصل لواحد المستوى اللي ولاو الفرق ديالنا بجوج الامنيه كيشتغلوا بيناتهم باش يدوزوا الميدان بتنسيق بيناتهم. وهادو كما كتعرفوا اللي كيعرفوا كيفاش كيشتغلوا المصالح الامنيه باش توصل الثقه، باش يدير الثقه في مصالح امنيه ديال بلاد اخرى. معناه ان الحمد لله المصالح ديالنا وصلت لواحد المستوى عالمي اللي وقالها لي السيد الوزير. كاين عمليات اللي طلبت تقريبا سنه ديال 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 العمل، وخلال هذيك السنه بينوا المغاربه الحمد لله عن واحد البروفيسيوناليزم، يعني المهنيه عاليه جدا، لا من ناحيه الحرفيه ولكن من ناحيه التكتم على المعلومات واستغلالها، حتى وصلنا للعمليات الارضيه اللي تنجزات بشراكه مع الاسبان. وغادي نستمروا في هذا نفس النهج ان شاء الله في المستقبل. زيارة للمغرب تهدف إلى تقوية العلاقات والتعاون بين وزارتي الداخلية المغربية والإسبانية، خاصة من أجل إبراز مستوى التنسيق القوي والمثمر الذي يميز عمل الفرق الأمنية بكل من المغرب وإسبانيا. وأضاف المسؤول الإسباني الذي يقوم بأول زيارة له خارج بلده منذ تعيينه، أضاف أن العلاقات بين البلدين جيدة، وهو ما يعكس الإرادة القوية للطرفين بغية التصدي لجميع أشكال الجرائم، مشيدا بفعالية الأجهزة الأمنية المغربية والإسبانية. في السنوات الأخيرة تم اعتقال عدد من الإرهابيين بفضل التعاون بين الطرفين، وتعاوننا مستمر من أجل الإسهام في استقرار مجتمعاتنا التي تؤمن بالديمقراطية والحرية.
وفي ختام هذا اللقاء عبر الطرفان عن ارتياحهما لمستوى الثقة الجيد بين الرباط ومدريد، وكذا مستوى التعاون والتنسيق المشترك في عدة قضايا. وكان وزير الداخلية الإسباني قد قام بزيارة لضريح محمد الخامس، حيث ترحم على الروحين الطاهرتين لجلالة المغفور لهما الملكين الراحلين محمد الخامس والحسن الثاني، طيب الله ثرهما. وفي الختام وقع المسؤول الإسباني في الدفتر الذهبي للضريح. أكد بيتر فام نائب رئيس مجموعة التفكير الأمريكية أتلانتيك كونسل مدير أفريكا سنتر التابع لها أن المغرب يمثل بفضل امتداده متعدد الأشكال في إفريقيا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يمثل نموذجا قويا للتعاون ثلاثي الأطراف مع الولايات المتحدة بالقارة الإفريقية. وأضاف أن هذا التعاون الثلاثي أضحى ضروريا بالنظر إلى أن المغرب أصبح اليوم قوة إقليمية بفضل امتداده متعدد الأبعاد في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والثقافية والروحية وفي مجال حفظ الأمن بإفريقيا. ولاحظ أن هذا الامتداد المغربي تعزز بالإعلان السبت الماضي بأبوجا عن مشروع ضخم لخط أنابيب الغاز يربط بين نيجيريا والمغرب مرورا بعدة بلدان بغرب إفريقيا. في الشأن التنموي وبإقليم آس أزاك، حيث تتواصل سلسلة اللقاءات التشاورية بين كافة المتدخلين في الحقل التنموي بالمنطقة لرسم خارطة طريق تحدد أولويات التنمية بالإقليم، مشاورات تفعل المقاربة التشاركية القائمة على بسط انتظارات والحاجيات ذات الأولوية. في المتابعة حافظ محضار محمود شراكي والقراءة لمحمد نوار. تتواصل المشاورات المحلية على مستوى إقليم أس الزاك في سياق إعداد برنامج واستراتيجية واضحة لتنمية الإقليم، مشاورات تضم مختلف المتدخلين المحليين من ممثلي الجماعات المحلية والفاعلين في الحقل المدني، متدخلون التأموا لتقديم تصوراتهم وأفكارهم بخصوص تنمية الإقليم. المجلس الإقليمي بدوره فاتح لجميع الجماعات التابعة له، الجماعات سواء الحضرية أو القروية، في إطار إعداد برنامج متكامل اللي جند له مجموعة من الأطر ومجموعة من اختصاصي هذا المجال في وضع برنامج محكم، برنامج محكم اللي إن شاء الله اللي غادي يعني يكون عنده صدى طيب على مستوى السكينة وعلى مستوى البرامج المستهدفة بطبيعة الحال مع تحديد الأولويات ونظرا لحاجة الإقليم الماسة لهكذا برامج. درنا لقاء هنا تياه حول التاطير على هذا البرنامج التشاركي. فعلا عنه المواطرين اللي جاونا في هذا الصفة جاونا ناس في المستوى وأطروا الناس مزيان وصنتوا للناس وقبضوا جميع المقترحات اللي دلات بهم الناس. إذا نحضرنا اليوم في ورشات للتشخيص التشاركي والتشاور والتحاور مع كافة المواطنات والمواطنين ومع كذلك المجتمع المدني، تفعيلا لمضامين دستور 2011 وكذلك باعتبار جمعية وحل القوى اقتراحية لبلورة مشروع أسس تنموي بالإقليم ووضع واحد الخارطة الطريق لبرنامج عمل المجلس الإقليمي واللي كينص عليه القانون التنظيمي الجديد المنظم للمجالس المنتخبة. وخلال هذه الورشات التكوينية التي استفاد منها عدد من الفاعلين في الحقل المدني، تم التركيز على القدرات البشرية الفعالة وكيفية الاستفادة من إنتاجيتها، قدرات تستحضر الأولويات الأساسية والحاجيات التي تتطلع إليها مختلف التجمعات الحضرية والقروية لبناء مستقبل أكثر إشراقا. تنظيم هذه الورشات من أجل الحوار مع الساكنة واللي هو مهم ومهم جدا، لأن الساكنة هي بدورها تشارك في الحوار وتدلي بالآراء ديالها، لا من ناحية الخصاص ديال الجماعة ولا من الخصاص ديال الإقليم بصفة عامة. ورشة كان هناك واحد تفاعل نتمنوا فقط من يعني من الناس معني بهذا الجانب تفعيل الرؤية اللي يحميها المجتمع المدني لعوين تغمان. تقييم مجموعة من المقترحات من خلال إبداء آراء ومن خلال إعطاء أفكار حول المشاريع الممكن إنجازها في ظرف 5 سنوات، كان تفاعل حيث المواطنين والمواطنات مع هذا البرنامج.
مشاورات إذن وورشات تفعل المقاربة التشاركية التي يعتمدها القائمون على الشأن المحلي بالإقليم، وذلك لتحديد رؤية تنموية واضحة المعالم. وفي الشأن الفلاحي، نظمت غرفة الفلاحة بالداخل اجتماعا تواصليا خصص لدراسة أوضاع الكسابة بجهة الداخلة وأجهزة، وطرحت خلاله عدة قضايا تستأثر باهتمام هذه الفئة. لقاء حضره عدد من الكسابة والجمعيات المهنية العاملة في القطاع. وعن القناة حضرت العالي حميد محمد يداس. مشاكل الكسابة بجهة الداخلة وادي ذهب فيما يخص المراعي المحلية وضرورة تقنين اليد العاملة المستوردة من البلدان المجاورة، نقاط من بين أخرى تم تداولها خلال هذا اللقاء التواصلي الذي نظمته غرفة الفلاحة بالداخلة، والتي تهدف من خلاله إلى مواكبة وضعية الكسابة بالجهة. اللقاء حضره عدد من الكسابة وفعاليات نشيطة بهذا المجال. لا يخفى على الجميع بأنه تربية المشية على الصعيد الوطني تكتسي دورا جد مهم بمردوديتها على الاقتصاد الوطني، وكذلك اللي يطلب منا اليوم ان نعاودوا النظر في جهويا في هذه الجهه في اطار تاهيل هذا القطاع. الجهه تعاني من عده معوقات ما يعني تربيه المشيه في الجهه. العائق الأول وهو قلة النظام المراعي في الجهة، أن الوقت اللي يجي فيه الشتاء في الجهة يجيها قدر من الزحف من 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 المناطق الثانية، يعني لأقاليم المملكة الثانية، وتجي سابق تعود وتجي سابق ينبت الربيع باش عود يمكن لها تستقبل قدر اللي هي تستقبل. من قد هذو الرعيان اللي دائما هون يجونا ويجون على حسابنا ويجوا على يدينا، هذو الناس اللي هم اللي احنا بغيناهم ينتفعوا معانا، وحنا هم اللي ينفعونا في قد الماشيه. هذه النقطه اللي هي مهمه، وحنا النشي وحنا بغيناها دخل فيها الدوله. يا الله يشجعوا الكسابة على الناس عن ما يتموا ينباعوا، يكون إلى اللي منهم مهمات لا تزيد. هذه نقطة مهمة عندنا، خاصة ما يتم ينباع الذكور من الإبل ومن الغنم، ولكن إذا تموا ينباعوا الناس من الغنم ومن الإبل لا هي تضيع الكسابة في هذا، ويعود الكسب كأنه ضايع في نفس الوقت. لقاء يندرج في إطار اللقاءات التي تنظمها غرفة الفلاحة بجهة الداخلة وادي ذهب، والتي تسعى من خلاله إلى حل الإشكاليات التي تعيق الكسابة من أجل التحسين والنهوض بأوضاعهم. في موضوع آخر، وفي إطار مبادرتها الاجتماعية أطلقت اليوم جمعية واحد من الناس بالعيون بشراكة مع جمعية كيت واي ميديكال أليانس الأمريكية عملية توزيع عدد من المعدات الطبية والشبه الطبية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، كما مراكز استشفائية بالعيون والطرفاية. غالي الجارحي محمد مشنان يقربنا أكثر من هذه العملية. صار بإمكان إيجا بديع ذات 23 ربيعا أن تتجاوز معاناة اليومية وصعوبة في الحركة والتجوال، وأن تتنقل بكل حرية بفضل كرسي كهربائي يجنب إيجا المجهود البدني وطلب المساعدة من الغير أثناء استعمالها للكرسي اليدوي المتحرك. مبادرة ستشمل أيضا عددا مهما من الأشخاص في وضعية إعاقة والمحتاجين لآليات ومعدات طبية وشبه طبية. وصراحة كنلقى صعوبة فاش بغي نخرج، كتجيني صعيبة الدار، ما كنلقاش فيه الصعوبة، ولكن في برا ما خرجونيش الناس ما كنخرج. الله يرحم والديكم، وكنشكر بزاف هاد الجمعية اللي فرحتني اليوم. الله يفرحكم والله يجازيكم خير جزاء. Many people have worked very hard in America to send this. عدد من الشركاء عملوا بجهد في الولايات المتحدة الأمريكية لجمع هذه الهبة، وكذلك الشركاء هنا بذلوا جهودا مضنية لتصل هذه المعدات إلى البيوت. أتمنى أن تتحقق هذه المبادرة وتحقق مبتغاها، وأن تستفيد الفئات المعنية من هذه المساعدة.
المساعدات القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية. مبادرة اجتماعية ترم الوصول لأكبر عدد من المحتاجين للمساعدة الطبية والأشخاص في وضعية إعاقة بفضل هبة من Gateway Medical Alliance الأمريكية وتضافر جهود عدد من الشركاء على المستوى المحلي. هذه الهبة الأمريكية اللي جات من منظمة Gateway واشنطن، واللي هذه الهبة اللي هي أصلا اللي تفرق ذلك بشراكة مع عدة مؤسسات، منها مندوبية الجهوية للصحة والتعاون الوطني، وبشراكة مع الجمارك ومع عدة مؤسسات، والاستفادة منها القيمة ديالها كبيرة، قيمة هي كبيرة، القيمة ديالها المادية اللي تقدر تتجاوز 80,000 دولار. هذه البادرة غتكون مفتاح على بيان سور على هذه الجمعية، سواء جمعية واحد من الناس أو جمعية Gateway، اللي بأن تكرر هذه البادرة اللي بطبيعة الحال غتكون قيمة مضافة، سواء كيف قلت للمستشفيات أو لذوي الاحتياجات الخاصة. مجموعة من المستلزمات الطبية، شبه الطبية، واللي قامت الموسيقية التعاون الوطني بتعشيرها وجلبها إلى مدينة العيون قصد الاستفادة، قصد توزيعها على المستفيدين. بطبيعة الحال هذه بادرة طيبة ونأمل أن تتكرر. وتجر الإشارة إلى أن هذه المعدات سيتم توزيعها في عدد من المراكز والمستشفيات بالعيون طرفاية وأخفنير. وفي الشأن الجمعوي، دائما نظمت الجمعية الوطنية للتوعية الاجتماعية بالعيون ندوة علمية تحسيسية حول داء السكري، واختير لها كشعار معا ضد هذا الداء. ندوة أطرها مختصون وتطرقت لمختلف العوامل المسببة لهذا المرض كما طرق الوقاية منها. عند صحيح اليوم وغدا يعود في هذا الامراض الفتاكه، مرض السكر عنه لا مرض رجاج بدا ندوة صحية تحت شعار معا ضد داء السكري، التي أطرها مجموعة من الأساتذة الأجلاء في قطاع الصحة بمدينة العيون. وكما تعرفون أن المرض السكري من الأمراض المنتشرة بشكل كبير، ولا سيما في مدينة العيون. حاولنا من خلال هذه الندوة أن نقوم بالتحسيس والتوعية بهذا المرض، وأن يمكن السيطرة على هذا المرض طالما تم تشخيص أعراضه بطريقة سليمة وتم اكتشافه مبكرا. في الشأن الرياضي، استقبل عامل الإقليم سمارة المكتب المسير لفريق وداد سمارة لكرة اليد للوقوف على ظروف الاشتغال الفريق عقب النتائج المهمة التي حققها وطنيا وقاريا. الاجتماع حضره الطاقم التقني وممثلين عن التربية والتكوين والشبيبة والرياضة، وناقش الاستراتيجية المستقبلية للفريق في مجال التدريب وتكوين لاعبين جدد عن طريق خلق مدرسة للنادي يسيرها إطار دولي يشرف على فئات صغرى ومتوسطة من الجنسين. عامل الإقليم شدد خلال هذا اللقاء على ضرورة بذل الجهود الممكنة لإنجاح المرحلة وخلق الاستمرارية في نجاح أو نجاحات الفريق. في الرياضة دائما، حيث تعززت البنيات الرياضية بإقليم طاطا بتدشين ملعب لكرة القدم، بنية تحتية ستساهم في تأهيل الأندية الرياضية ودعم مشوارها في المنافسات الرياضية الجهوية والوطنية. للمتابعة حافظ محضار وعمر زوين، والقراءة لمحمد نوار. بنية رياضية تدعم المنجزات التنموية بإقليم طاطا، ملعب معشوشب سيكون له أثره في خدمة الرياضة وكرة القدم خاصة بالمنطقة. ملعب بمواصفات جيدة كلف اعتمادات مالية تناهز 9 ملايين درهم، وهو من الأوراش الأساسية للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في مساعيها لتطوير الرياضة الشعبية الأولى ودعم الأندية الرامية إلى إثبات وجودها في الساحة الرياضية الوطنية. بطبيعة الحال هذا العمل الجبار اللي اليوم توج بتكسية هذا الملعب بالعشب الصناعي من الجيل الثاني، كيرجع فيه الفضل الاول للشباب ديال الفريق، لنتائج تاعهم الايجابيه حفزات العصبه والجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم على انها تعطي الاولويه لاقليم طاطا من خلال مدينته ومدينه طاطا ببرمجه هذا الملعب ضمن 10 ملاعب اللي خذت الاولويه في الشطر الاول في اطار تكسية الملاعب بالعشب الصناعي. اليوم كما تبعتم معنا كان نحضروا التدشين
ديال الملعب ديال مدينة طاطا. هذا الملعب هذا اللي يأتي في إطار السياسة ديال المكتب المديري الجامعة الملكية لكرة القدم، هو تعشيب 96 ملعب، واللي من ضمنه هذا الملعب واحد التكلفة مالية اللي هي 9 مليون ديال الدرهم. ملعب يعني من معشوشة من الطراز العالي، اللي نحن متأكدين إن شاء الله بأنه سيدعم شباب طاطا. اليوم حظات طاطا بهذا الملعب اللي غادي يعطيها إضافة كبيرة، اللي غادي تكون فيه شباب طاطا لاعبين كبار. مشكورين الناس ديال طاطا اللي كان استقبلوا هذا الملعب بحفاوة واستقبلونا نحن بحفاوة، نتمنى لهم التوفيق في قادم الأيام. بنية رياضية إذن ستساهم في الارتقاء بالرياضة عموما بهذا الإقليم، وستمكن من تأهيل أندية الرياضية بمقدورها المنافسة جهويا ووطنيا، خاصة مع وجود بنية تحتية مساعدة. وكما أشرنا إلى ذلك في عناوين النشرة، يبدو أن هواية المغامرة وحب الاستكشاف عبر الدراجات الهوائية في تصاعد، خصوصا بين فئة الشباب. عبد الهادي ابن واد نون قاده عشقه للدراجة إلى السعي الدائم للاستكشاف رافعا شعار التحدي. انطلق في رحلته من مدينة قليميم والوجهة مدينة العيون. قصة الرحلة يرويها ريبورتاج محمد بتاح ونيم مغيفري. بين الماضي والحاضر صلة وصل من ناحية الأحداث، حب المغامرة الاكتشاف ونقل المعلومة من ابن جبير إلى عبد الهادي. تعددت الرحلات والمغامرات، حيث اختار ابن قليميم تحدي الصعاب والقيام برحلات كثيرة آخرها في اتجاه مدينة العيون، حيث امتطى دراجته متحديا الجو وظروف الطريق، وحيدا في غمرة الأحداث متسلحا بالإرادة والصبر لإثبات الذات والتأكيد على تواجد شباب في المنطقة بإمكانهم صنع الحدث. التقيناه وواكبنا معه آخر مراحله قبل دخول مدينة العيون، حيث اختار أخذ قسط من الراحة وكتابة ذكرياته وعشقه للدراجة رفيقة الدرب ليواصل المسار في اتجاه وسط مدينة العيون رغم التعب البادي عليه. كانت في الأول غير هواية، ومن هواية تحولت لعشق الدراجة، والمسافة في الأول كانت غير مسافة قصيرة 10 كيلومتر من قلميم للنواحي ديال قلميم، واحد شوية تحولت من قلميم تل البلاد ديالي أنا. عاد وليت كندير المسافة الطويلة، درت من أكادير حتى النواحي ديال الصويرة سميمو، وهذه هي أطول دابا مسافة من قلميم حتى مدينة العيون. وصوله لمدينة العيون كان بمثابة احتفال من طرف أقاربه الذين ساندوا عند الوصول وشجعوه على رحلته وسط أجواء حميمية مؤثرة. الطفل هذا مرحبت به وسالته، هذا واحد من العائله ونبغوه كاع يجينا، ونبغوه يعني مسائل كامله واضحه الحمد لله، ونبغوه يجينا ديما ما هو الا اليوم، ويكررها مرارا وتكرارا، وما نبغوا يسمع واحد رياضي، ونبغوا واحد مولي يعود يجينا ويستقبلنا ونستقبلوه. مرحبت به وسالته. لا العيون الحمد لله اشتهرت الحمد لله، ودات واحد السمعه كبيره الحمد لله في هذا الرياضه، ونطلب الله تبارك وتعالى زيدنا من هذا الابطال وزيدنا من هذا العمل الصالح ان شاء الله، ونطلب الله والحمد لله. عبد الهادي رحل شق طريقه بصمت، واعلن عن ميلاد مغامر سيواصل رحله التحدي وتشجيع شباب المنطقه على القيام بهكذا رحلات ذات طابع انساني رياضي استكشافي، وتستمر بذلك حكايه التحدي. جديد الصحف الصادرة يوم غد في تقرير العياد السرتي. نستهل قراءتنا لجديد الصحف الصادرة يوم غد الخميس من يومية المساء، وكتبت فككت المصالح الأمنية المغربية بتنسيق مع نظيرتها الإسبانية شبكة خطيرة لترويج المخدرات القوية يمتد نشاطها بين 3 قارات، وذلك في عملية أمنية نوعية تظهر استهداف كارتيلات مافيا أمريكا اللاتينية للمغرب من خلال استخدام شواطئه كممر لنقل المخدرات الصلبة في اتجاه أوروبا. وأوضحت وزارة الداخلية
الإسبانية بحسب ما أوردته يومية المساء أن الشرطة الإسبانية بتعاون مع نظيرتها المغربية تمكنت من تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في التهريب والاتجار الدولي في المخدرات القوية خاصة الكوكايين. وأضافت اليومية أن التحريات التي قامت بها عناصر الشرطة الوطنية الإسبانية أظهرت أن الشبكة تملك نفوذا ومتعاونين داخل التراب الإسباني، على اعتبار أن من بين المعتقلين مسؤول عن مكتب المنظمة الكولومبية بإسبانيا. صحيفة الأحداث المغربية كتبت: أكدت الصحيفة الإيفوارية سوار أنفو أن مشروع إنجاز خط أنابيب للغاز يربط نيجيريا والمغرب مبادرة غير مسبوقة ستساهم في تحسين قطاع المحروقات والطاقة في المنطقة وبكوت ديفوار. وأبرزت الصحيفة أن هذا المشروع الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس ورئيس جمهورية نيجيريا الفيدرالية محمد بخاري سيربط الموارد الغازية لنيجيريا بموارد العديد من بلدان غرب إفريقيا منها كوت ديفوار والمغرب. ونختم جولتنا الصحفية عبر جديد الصحف الصادرة يوم غدنا الخميس من يومية رسالة الأمة، وكتبت أن الدور الذي يلعبه اليوم المغرب في إفريقيا دفع بدول الخليج لتدارس التحاق المغرب بمجلس التعاون. وذكرت رسالة الأمة أن هناك مطالب من داخل دول الخليج ليكون المغرب عضوا، ويعتبر هذا بمثابة اعتراف بالمجهودات التي يقوم بها المغرب في مجموعة من المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم محمد ولي البشير الفقيد، ينتمي لقبيلة أيتوسة أيت وعبان، وكان قيد حياته من أفراد المقاومة وأعضاء جيش التحرير. كما انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم الحسن والعلي والمحمد الغيش عن عمر يناهز 80 سنة، الفقيد ينتمي لقبيلة أيت بوهو أيت منصور. كما انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم محمد الشيخ عن عمر يناهز 74 سنة، الفقيد ينتمي لقبيلة رقيبات البويهات. تغمد الله الجميع بواسع رحمته واسكنهم فسيح جناته وألهم ذويهم الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نصل الآن إلى الورقة اليومية الخاصة بأحوال الطقس اليوم غد إن شاء الله، والتي تشير إلى أن الأجواء ستعرف طقسا هادئا مع مرور بعض السحب العابرة في الأجواء، فيما ستبقى السماء صافية إلى قليلة السحب على العموم بمجمل المناطق. درجات الحرارة نستهلها من مدينة الرباط و 22 درجة، 26 بسديفني، 25 بقليميم، 22 بكل من أسا والزاك، 24 بالطنطان، 25 بالسمارة، 28 بالطرفاية، 27 بالعيون، 26 درجة ببكرع، و 29 درجة ببجدور، 23 درجة بقلت زمور، 25 بمضريقة، 30 بالداخلة، 28 درجة بأوسرد، و 33 درجة بالقوير. حالة البحر بالواجهة الأطلسية قليل الهيجان إلى هائج على العموم. شروق الشمس غدا إن شاء الله بمدينة العيون على الساعة 7:35، أما الغروب فسيكون على الساعة 5:56. درجات الحرارة ببعض المناطق المجاورة لبلادنا 34 درجة بن واذيبو، 37 درجة بن واكشوط، 27 درجة بالزويرات وتندوف، 21 درجة. نشرتنا لليلة انتهت، وهذا تذكير لأهم ما جاء فيها. التعاون الأمني بين المغرب وإسبانيا محور لقاء بين وزير الداخلية المغربي ونظيره الإسباني. ومن آسا رصدنا لمشاورات برنامج تنمية الإقليم. وبالعيون توزيع عدد من المستلزمات الصحية والشبه الصحية بمبادرة من جمعية أمريكية. كما تابعنا في النشرة أيضا عشق الدراجة الهوائية يقود شابا نحو المغامرة.
قبل الختام يمكنكم مشاهدة نشرات أخبار قناة العيون على موقعنا على الإنترنت snrt.com. كما يمكنكم متابعة البث الحي لقناة العيون وإذاعتي العيون والداخل الجاويتين عبر موقع المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية كوركاس.com. كما يمكنكم متابعة نشرات الأخبار وجديد البرامج عبر الهواتف الذكية، وذلك بتحميل التطبيق المجاني لقناة العيون من الأب ستور وجوجل بلاي. كما تلتقون مع إعادة لهذه النشرة غدا على قناة المغربية بإذن الله. لكم تحيات الطاقمين الصحفي والتقني المشرف على هذه النشرة، فأمان الله.